السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساك الله بالخير يا شيخ خالد. سم. عندي طال عمرك سؤال بسيط. تفضل. بالنسبة للركعتين الأخيرتين العصر والظهر اللي بعد التشهد الأول، هل أقرأ غير الحمد من المعوذات إذا كان فيه فراغ؟ طيب، في سؤال آخر؟ ما بدي، الله يطول عمرك. شكرا. تفضل يا شيخ صالح. الركعتان الأخيرتان من الرباعية أو من صلاة المغرب، ثالثة من المغرب، لا يقرأ فيها غير الفاتحة، هذا هو السنة. وإذا قرأ فيها شيئا من القرآن فهو جائز. نعم.